أنا اسمي مصطفى زيتوني، رئيس قائمة تونس الخضراء التنمية المستدامة قفصة. الآن أنا في ضرب جوع اليوم الثاني، لأن ليزي رفضت باش تعطيني التمويل العمومي، وكل المحاولات اللي عملناها سواء كان في تونس ولا هنا ما نلقاش حتى رد. البارح وقت اللي أعلنت ضرب الجوع استدعاني السيد رئيس فرع في قفصة وقال لي نحل لك مشاكلك. مشيت الصباح وانا في اضراب جوع، قلت له شنو؟ قال لي لا راهو فما حاجه جديده طلبوها من شنو. قال لي باش تبدل لوجو. انا نحب نعرف قيمتي من اللي جيت وهم قاعدين يعني ارسلهم مستمر، علاش؟ شكون وراء هالمحاوله هذه لارباكي؟ هذا اللي نحب نعرف. احنا بدينا الحمله نتاعنا، بديت نتجاول، مشيت للمعرايس، مشيت للمتلوي، مشيت للسند، لكن الان وقتي باش نبدا ونوزعوا في برنامجنا ونعلقوا في لفتتنا، المطبعه عطيناها توا عندها اسبوع، المطبعه رافضه باش تسلمنا المطبوعات. زد على ذلك انه توا كي باش ناخذوا المطبوعات وهي حاضر باش نعاودوا نبدلوا السيجل، هذا المشكل. شكون يتحمل المصاريف هذيك؟ فهمت كيفاش؟ معناها وضعيه كفكيان، يعني مش في قفصة وفي ليزي في تونس. مش في اليوم بعثنا مع المنفذ قالوا لنا راهو احنا نصبوا الفلوس وهي ترجع. توا كلمني توا قدامي قال لي راهو كلم تونس قالوا له راهو التريزوريه في قفصة يرجع في الفلوس. انا نقر توا بعد كل اللي جرالي اني قيمتي مستهدفه. قيم والله اسباب يعرفوها الناس اللي ما يحبونيش نترشح هون، وما نضيفش كلمه اخرى.